بتاعته تشوفه بين سيارتين، حادث بين سيارتين فيها ربما عائلتين ولا مجموعتين، وكم توفوا، جيبوا كم التفاصيل، نقول 17 كم التفاصيل تاع الحادث هذا، لون السيارة، الترقيم تاعها، العائلة، الناس اللي كانوا داخل، الأعمار، يعني منين جايين وين رايحين. هذا الخبر كيفاش تعاملوا معه أنتم كصحفيين؟ تحرير الخبر بعد التحرير تأكدوا المعلومة من المكنسية. أكون متأكدين المعلومة، خلاص جبتها بس كنت وصلت لها. نقل الخبر كما هو. هو نقل الخبر كما هو ولا بد. صح التوقيت تاعو. سبق. حتى نقدر نقول لكم ماشي سبق. هذا السبق قادر يقتل. لازم التحرير. نفهم ليش واحدة من زوجة، واحدة زوجة تاع واحد لاكسيدو زابيت وشافت كانت ولد عند زوج عام راح وما صابش شي شيء زابي وتشوف زوجها مات. قصدك يعني اخفاء الخبر او ماش اخفاء الخبر، تغير في نشر الخبر. شتقول لي وين هذا الواحد يتسبب في مشكلة بلا ما على باله يعني في هذا. هذا بو هنا هضروا حنا على الأخطاء الثانية. يا أخي مش صح ما نتفق أنك نكون خاطئة يعني. فوالا علاش نحكم كيفاش تعاملوا مع صحيح. تبقى السيارة نقدر نقول حادث مرور وقع لكن تبقى هذاك الخبر هذاك ناقص. عندنا خمس أسئلة وين مع من شكون هذيك هذو اللي يعني تبقى سبق الصحف يعني بك واحد يتعامل معاه ما بليش انا لازم كيفاش يقول يركز معاه يقرا يعاود بمنتهى الدقه يعني ما كانش حتى واش راح هذاك الخبر واش راح يدير به واش راح ينفع به يعني واش راح ينفع به سوق الصحفي جينيرالمون كاين جهه ذا باش دخل سعادة بلا كونفليكت ولكن التريض هذا يعني يكون في كافة الأخبار الأخبار؟ لا ماشي كامل الأخبار أكيد طبعا الأخبار كاين أخبار وكانت اللي الخبر كيما هذا اللي لازم له التريض على هذا كاين بزاف اللي تقول له سبق يقول لك كاين اللي يقول لك سبق قالوا لك هو الخبر ومشى اللي يقول لك هذا تكسب الصحفي يا